بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. انا اسمي اسلام حنفي. مش تخسر حاجه لو عملت لايك للفيديو عجبك، ولا تخسر اي حاجه لو عملت سبسكرايب، ولا تخسر اي حاجه لو انت بتعمل ديسلايك قلت لي ليه بتعمل ديسلايك. يعني الموضوع ما فيهوش عيب ولا في حاجه غلط. يعني لو انت مش متفق معايا في الاراء بتاعتي قول لي ليه مش متفق، وايه 1 2 3 انت مش متفق معايا فيهم، وقتها احترمك وهقول لك شكرا جزيلا علشان خاطر بتديني نصايح. وعادي جدا، هي الكوره كده، في حاجات بتكون عجباني وحاجات ما بتكونش عجباك، في حاجات بتكون انت شايفها كويسه وممتازه جدا، وفي حاجات تانية انا بكون شايفها كويسه جدا والعكس احيانا. مباراه النهارده بين الاهلي والانبي، مباراه يعني مفترض ان احنا عارفين ان هي مباراه تحصيل حاصل، مفترض ان الاهلي بيحاول يخلص الدوري ويحاول يخلص مباراه بيراميدز ومباراه المصري على خير عشان خاطر نبدا نحضر الموسم الجديد، وانبي برده نفس الكلام الناحيه الثانيه بيحاولوا ان هم يخلصوا الموسم على خير، وان هم كده كده مركز خامس ولو اتحركوا هينزلوا لتحت مش هيطلعوا لفوق. فالموضوع بالنسبه لهم كان باين ان مفيش يعني حماس ولا في دوافع قوي تخليك تلعب المباراه. الحماس والدوافع انك بتلعب الاهلي وبتلعب الزمالك بيكونوا موجودين، بس لما تلعب النهارده من غير محمد شريف اللي هو واحد من اهم قطع كابتن حلمي طول عمره الهجوميه، ولما تاخده منك علشان خاطر ما ينفعش يلعب ضد النادي الاهلي النادي الاصل بتاعه، فهتلاقي جدا ان الهجوم بتاع كابتن حلمي طول عمره وهجوم انبي مش هيكون لي اي 30 من فعاليه جوه الملعب، لان اللاعب المهم جدا اللي كانوا بيعتمدوا عليه محمد شريف ما بقاش موجود. فهتلاقي ان هو عندهم مشاكل كبيره قوي، خصوصا يعني ان الاسلوب اللي كنت بتلعب بيه مع محمد شريف مش هتلعب بيه مع احمد علي. محمد شريف بيحب يجري كتير، احمد علي راجل يعني بتحاول انت هيدرز تلعب له كور عرضيه كتير، فالموضوع بيبقى مختلف تماما. ومع التركيبه دي بتلاقي ان خط الهجوم بتاع انبي ضاع، غير النهارده لما يلبسوا هدفين كفايه اول 5 دقايق وبعد اول 3 ساعات لان انبي خسران 2 والاهلي بيخلص المباراه بدري. بعد تخلص المباراه بدري وبعد هدفين مروان محسن الموضوع بقى سهل جدا وبقى مستريح. هتقعد بقى تتكلم عن الاهلي كان بيلعب 4 2 3 1 وفكره عرب بدر كانت كويسه، فكره عرب بدر كانت ممتازه جدا، خلى عرب بدر يكون بديل لمحمد هاني، كانت فكره عبقريه وفكره ممتازه. اتمنى ان الراجل يحاول ان هو يكمل فيها عشان خاطر السنه الجايه مش هنستحمل احنا نشوف محمد هاني بس هو اللي موجود ناحيه اليمين، احنا عايزين كمان نشوف في عرب بدر، في حسين شكري ناحيه الشمال يكون موجود، او محمد شكري ناحيه الشمال يكون موجود مع علي معلول وايمن اشرف. ايمن اشرف اللي انا زعلت جدا على ان احنا خسرناه بعد اول 40 دقيقه بعد الاصابه، لان الموضوع كان صعب جدا انك بعد كل الاصابات اللي الفرقه فيها دي فجاه اول ما تلعب مباراه تخسر واحد زي ايمن اشرف، وحط عرب بدر الولد لسه صغير يلعب 55 دقيقه وبعد كده تلاقيه اتعور. لا، في مشكله في الاحمال البدنيه جوه النادي، وفي مشكله في توزيع الحمل البدني ما بين جهاز النيفايلر وما بين جهاز بيتسو موسيماني، وانا كان موسيماني ما يسالش على كل اللي بيحصل بدنيا دلوقتي علشان خاطر البرنامج رينيفايلر مع الاسف كان مغرق الفرقه. فكره ان انت تلعب بالاسين اغلب المباريات بعد التوقف كانت فكره ضايعه جدا وكانت فكره فاشله، واللي قدام حضرتك ده كان بيقول لك الكلام ده من اول او تاني مباراه، كان بيقول لك ان الراجل لازم يعمل روتيشن، والراجل ما عملش روتيشن ووصلنا لحاله بدنيه مرزيه للفرقه كلها، فربنا يستر في اللي جاي. وده اللي الواحد بيتكلم فيه، محدش يتكلم مع بيتسو موسيماني دلوقتي في اداء، محدش يتكلم مع الراجل في انتظار نتائج، الراجل لسه بيتعرف على الفرقه، الراجل لسه بيحاول يشوف اللعيبه اللي في القائمه كلها، بيحاول يشوف الاداء بتاعهم عامل ازاي والمعطيات الفنيه بتاعتهم عامله ازاي، وكمان المعطيات النفسيه اللاعب عايز يثبت نفسه المدرب ولا لا، لان الراجل لسه جاي جديد، وموضوع المدرب يبقى جاي جديد ده فطبيعي ان ال 25 لاعب او ال 30 لاعب اللي في القائمه معاك كلهم هيكونوا عايزين يثبتوا المدرب الجديد ان المدرب القديم كان ظالمنا والراجل ما كانش بيدينا فرصنا، فطبيعي جدا انك تحاول تلاقي تشوف الراجل بيدي فرصه للناس المتاحه معاه في القائمه، خصوصا يعني ان انت مخلص الدوري، فطبيعي انك تلاقي الراجل بيحاول يدي لصالح شويه بيحاول ان هو يشوف كهربا موجود هيلعب مع مهاجم تاني هيلعب مع جناح، بيحاول ان هو يجرب حاجات كتيره والراجل فعلا متاح ليه ان هو يجرب. هتقول النهارده جونيور اشاي كان كويس وحسين شحات كانوا كويسين وليد سليمان كان كويس ومروان كان وجو كابتن سيف زاهر الملعب كله كان كويس والدنيا كلها كانت تمام والحياه حلوه كلها، لا، في لعيبه بتكون كويسه في وقت من الاوقات ومباريات معينه، وفي لعيبه بتكون كويسه في مباريات تانية خالص، وفي لعيبه بتكون سيئه في مباريات وبتكون حلوه في مباريات، وهي الكوره كده. ما هو ممكن النهارده يجيب لك هدفين وتقعد تتكلم عليه ان هو مهاجم كويس وتقعد تمسك له الطبله ان الراجل يا جماعه ده يستحق انضم المنتخب كمان، وبعد كده مباراه تانية تقول ان هو مهاجم سيء وما ينفعش ان هو يقعد في النادي الاهلي. ليه؟ ما حاجه في الوسط يعني، مش يا ابيض يا اسود. مروان النهارده جات له كورتين الراجل عارف يخلصهم، واحده كانت فينش ممتاز جدا الهدف الاول اللي جاله عن طريق ايمن اشرف اللي عملها له اسيست ووسط الاثنين مساكين، ودي بالمناسبه الافارقه والمدربين الافارقه بيحبوا جدا يعملوها في المباريات قدام الاهلي والزمالك، العب كور طويله في وسط في قلب الاثنين مساكين هتلاقي ان الموضوع اتغير تماما، الاثنين هيخشوا على الفاول والفاول لو سريع او الراجل عنده فينش كويس هيخلص الموضوع. مروان خلص من البدايه وبالهدف الاول في اول 3 دقائق الموضوع كان سهل جدا ومتيسر، بعد الثاني الموضوع كان خلص تماما، بدانا احنا نريح انبي يريح، الشوط الثاني بدانا احنا الاثنين مريحين، لعيبه انبي خدوا لهم كلمتين في صدافهم من كابتن حلمي، نزلوا الشوط الثاني بيحاولوا ان هم يستحوذوا على الكوره، بس مع ذلك ما كانوش عارفين يخلقوا اي نوع من الهجمات ولا اي نوع من الخطوره، عشان خاطر قلت لك اللعيب اللي كانوا بيحاولوا يرتكزوا عليه محمد شريف مش موجود. هتقولي محمد علي اسم كبير، اقول لك الموضوع مختلف زي ما احنا اتكلمنا في البدايه.
فامبلي ما كانش موجود المباراه دي. الشوط الثاني الاهلي الانابي عنده مشاكل بدنيه اللي احنا مالين نتكلم فيها من بدايه الفيديو. الفرقه ما كانتش قادره، الفرقه كانت عندها مشاكل كتيره قوي بدنيه غير المشاكل الفنيه، الفرقه لسه بتحاول تتطبع على شغل المدرب الجديد. هتقول لي بنتمنى ان احنا نشوف الصوره اللي شفناها الشوط الاول موجوده مع الشوط الثاني. قلت لك الفكره كلها فكره العنصر البدني، اللعيبه مش قادره بدنيا تنفذ الشغل اللي الراجل عايزه طول الوقت، وده طبيعي جدا لان الراجل لسه ما خدش فرصه ولا خد مساحه هو وجهازه البدني يشتغلوا مع اللعيبه دي. فطبيعي انك تدي فرص للمدرب وتدي فرص للعيبه على ان هم يتطبعوا مع بعض. احنا لسه تاني مباراه للراجل، وتاني مباراه للراجل في ظرف كام؟ 72 ساعه. يعني صعب جدا انك تقعد تتكلم عن الراجل طور من الفرقه بدنيا او طور من الفرقه فنيا. يا جماعه ما ينفعش انك تقعد تقول ان الراجل شغله وملامحه بدا يظهر، صعب جدا انك تقعد تتكلم في الكلام ده. مباراه النهارده مباراه حصل الحاصل زي ما قلت لك بالنسبه لك وبالنسبه للانبي، بتحاول انت تدي فرص فيها الكهرباء وتحاول تدي فرص فيها لصالح. تمام، كلنا عارفين كهربا فين بتاعه ضايع جدا، كلنا عارفين ان مجدي قفشه بيعاني من الهجوم الجماهيري، كلنا عارفين الحاجات دي. بس هل الكلام ده ممكن يتغير؟ مش هيتغير، لان هي الكوره في مصر كده، لعيب بيديك ماتش حلو الجمهور بيطلعه السما، هو بيتفاعل مع الجمهور وبيبقى مبسوط تماما، لما المباراه الثانيه بيعملوها سيئين والجمهور بيشتمهم ويقعدوا مكتئبين شويه ويقعدوا يعملوا حاجات غريبه. يعني مثلا محمد هاني واحد من الناس اللي ممكن تعتبره نجوم المباراه النهارده، محمد هاني الناس كلها تقعد تثنى عليه وتقول لك الراجل كان مقدم اداء كويس، هتلاقيه فرح جدا بالكلام ده. لو جه قدم مباراه سيئه المباراه الجايه الناس كلها تقعد تقول لك ده لعيب سيء وما ينفعش انه يكون موجود في الاهلي. طب ليه؟ ليه؟ احنا بنتكلم في بطوله انتهت، الموضوع مش محتاج كل الفيلم الهندي ده، احنا بنتكلم في بطوله انتهت وفي مباراه انتهت، فنقعد نتعامل معاهم بالمبدا ده. كسبنا النهارده 3-0 قدام انبي، تمام هتقول لي انبي منافس قوي، لا اقول لك انبي منافس مريح، الموضوع بالنسبه له مش فارق يكسب او يخسر او يتعادل عادي، الدوري خلص مش عايزين منه اي حاجه، هم مستنيين الراحه بتاعتهم. الموضوع سهل جدا وبسيط، مش محتاج ان انت تطبل اللعيبه او محتاج ان انت تطلع باللعيبه السما، الموضوع عادي جدا. مباراه 90 دقيقه الاهلي قدر ان هو يكسب 3-0، قدر ان هو يوصل نقطه 85 بس، وده الحاجه اللي انت تقدر تتكلم عليها، دي مكاسب المباراه. انما تروح تتكلم على مكاسب تكتيكيه وفنيه لسه بدري قوي على الكلام ده. عارف ان كلامي ما بيعجبكش بس انا والله بقول لك الكلام المنطقي وبقول لك الحاجات الموجوده قدام عيني، انما اقول لك اي حاجه غير كده فانا بنافقك وانا ما بحبش انافق اي حد عشان اي حاجه.